السلام عليكم. الله بركاته. الاسم الكريم محمد رمضان. يا اهلا وسهلا. بخليك. من هو ذو النورين؟ نويه ذو النورين. لا مش فاهم السؤال، هو بيتكلم بالسؤال. من هو ذو النورين؟ مين ذو النورين؟ سيد عثمان. سيدنا عثمان. تمام، جزاك الله خير، تشرفنا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم أحمد عبد الحميد. يا أهلا وسهلا. عندنا سؤال اليوم، من هو ذو النورين؟ ذو النورين؟ لا إله إلا الله، لا ما عنديش خلفية والله. طيب ألف شكر، تشرفنا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم حسن. يا أهلا وسهلا. أهلا بك، ربنا يعزك. من هو ذو النورين؟ ذو النورين، ذو النورين اللي هو علي كرم الله، لا علي كرم الله وجهه، ولا عثمان، عثمان بن عفان. جزاك الله خير. عثمان بن عفان صحيح، مضبوط، جزاك الله خير. الله يرضى عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم مصطفى. يا اهلا وسهلا. احنا عندنا اليوم سؤال، من هو ذو النورين؟ سيدنا عثمان. سيدنا عثمان، مضبوط، جزاكم الله خير، تسلم، تشرفنا بك. ممكن اقربك؟ اخوك عمر. منين؟ انا عراق الجنسيه. والله ها ما شاء الله عليك، يا نبيك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم سعيد موسى. يا اهلا وسهلا. من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان. تمام، جزاك الله خير، تشرفنا بك. السلام عليكم. الله وبركاته. الاسم الكريم محمد فتح. يا اهلا وسهلا. من هو ذو النورين؟ سيدنا محمد. سيدنا محمد ذو النورين. المشى الزهر عشان ما تجيبش عليك. تمام، شرفنا بك. اهلا وسهلا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم محمد مخلوق. يا اهلا وسهلا. من هو ذو النورين؟ سيدنا عثمان. تمام، جزاك الله خير، تشرفت بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم محمد سعد. يا اهلا وسهلا. استاذ محمد، عندنا اليوم سؤال، من هو ذو النورين؟ سيدنا عثمان النبي. سيدنا عثمان بن عفان، ماش حبيب من الغالي، تشرفنا بك. إن شاء الله الإجابات دي كلها على اليوتيوب بإذن الله. على عمره ما فتحت نيت عمري. ذا النورين سيدنا عثمان، عثمان بن عفان. اللي هو تزوج انتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي ذا النورين، يعني نور ونور، فأخذ النورين كلهم لي.